المهرة هي المحافظة اليمنية الأكثر جمالاً، كل زاوية ومكان منها يخبرك عن تأريخ وأصالة وعراقة متجذرة في أعماق التاريخ. تتميز بأهلها، أهل الحضارة الذين ما زالوا يحافظون على التراث المهري المتضح جلياً في أحاديثهم اليومية والشعرية والفنية. قطعتني واتبعت الواشي المسبوق، لا لا حبيبي جودي الماء. كم حط فورك هنا وحيكل سوكن بحري دريس حولة وجبي أنت من وقت حولي وقلوب لي أنت حيس. للمجتمع المهري عاداته وتقاليده في مختلف مناحي الحياة، منها الزواج والذي تزداد تكاليفه بشكل كبير وبمراحله المختلفة، وأولها ليلة السداد، وفيها يتحمل العريس تكاليف إقامة وليمة في ليلة ما قبل الزفاف لأهل العروس، وبعدها مرحلة تسمى يعصبون الضيفة، وفيها يتم تحديد موعد العرس، ثم مرحلة مهجريت أو مهجرة، وهي شراء العريس لمستلزمات العروس مع تنوع الرقصات في الاحتفال كرقصة البدينة ورقصة الرستين ورقصة دان الدان، ليعم السلام بسلامهم الخاص بينهم. في المقابل للمجتمع المهري عاداته الفريدة في علاج الأمراض والاستشفاء من لدغات الثعابين، وذلك بطريقة تسمى الرابوت أو الرعبوت، والتي تشفي بنظرهم من لدغات الحشرات والأمراض المختلفة. لا يزال المجتمع المهري محافظا على موروثه وعاداته وتقاليده، غير متكيف مع العادات الدخيلة عليه، كما أنه يمثل بتماسكه وترابطه نموذجا فريدا من نماذج توطيد العلاقات الإنسانية على المدى البعيد.